بغيتو تعرفوا علاش الجزائر ما قدراتش تفوز علينا باش تنظم كاس افريقيا 2025؟ علاش الجزائر ما قدراتش تفوز على المغرب وتجيب التصويت في الانتخابات اللي كانت في 2025؟ تعرفوا علاش الجزائر ما قدراتش تفوز على المغرب في التصويت اللي كان حول تنظيم كاس افريقيا 2025؟ واش فروسكم بان الحاله ديال الملاعب ديال الجزائر يرثى لها؟ واش فروسكم بان الدوله الهكاويه والجزائر الجديده وهذا الشيء اللي غتشوفوه معايا من داخل ملعب نيلسون مانديلا؟ ما نعاود لكمش الازبل، ما نعاود لكمش الحاله ديال الارضيه، ما نعاود لكمش اشواق. الا بغيتوا تشوفوا معايا هذا الفيديو هذا تفضلوا اولا بالبقاء مع عائشه مخضري اشكا نيوز المغرب اولا ولا غالبا الى الله. عاش المغرب ولا عاش من خناه؟ يعلم الله كم احبك يا وطني، يعلم الله كم ادافع عنك يا هذا الوطن. لا تحرمنا من الاعجاب ومتابعه الحساب. دفعوا تراكتور راه الرويضه بدات كتنفخ، راه قربنا ل 100,000 في الفيسبوك اخواني اخواتي. اذا اجيو تشوفوا معنا المهزله ديال الملاعب الجزائر اللي بغى نافست بها المغرب من اجل تنظيم كاس افريقيا 2025. لنصمت قليلا لنصمت قليلا. هشام خضري اصمت قليلا. ما هكذا مع الجزائر؟ البعض تقول علاش انتوما ديما كتقولوا الجزائر الجزائر الجزائر؟ 50 عام والمغاربة ساكتين. 50 عام وتنقولوا بان شي يوم غديروا عقولكم وترجعوا لنحوركم، تحيدوا الدعم ديال مرتزقه البوليزاريو 45 مليون. هذا الشيء الدعم ديال المرتزقه ديال البوليزاريو، الدعم ديال الانتخابات ديال العهده الثانيه ديال عبد المجيد تبون. شتي عبد المجيد تبون اللي جبت لكم كان عقد واحد الندوه في واحد المدينه، عرفتي؟ الا قلت لكم اش قال عبد المجيد تبون راه غادي نسكت. ولكن واش بيني وبينكم هذا هما الملاعب اللي بغات الجزائر تنافس بها المغرب؟ هذا هما الملاعب. اليوم المغرب مقبل على تنظيم كاس افريقيا 2025، ما كاين بس الملاعب طايحه وكتعاود تبنى. ولكن علاش كنستقبلوا المباريات ديال المنتخبات الافريقيه ولا غنستقبلوهم في 6 سبتمبر او في البدايه ديال شهر شتنبير تاريخ تقريبا 6/7 والى غير ذلك؟ كنستقبلوا في الملاعب ديالنا، ورغم عن ذلك الكاف اعتمدت 6 ديال الملاعب كملاعب افريقيه ممكن يمارسوا فيها المباريات ديال الاتحاد الافريقي وديال عصبه الابطال. وان في الجزائر راه كارثه الاخوان. مع قادم الايام الجزائر غادي تلعب في المملكه المغربيه وغادي يجيو يستقبلوا ويطلبوا الجامعه الملكيه ويطلبوا فوزي القشع. ها العاره فوزي الى ما تخلي المنتخب والفرق ديالنا يلعبوا في المملكه المغربيه. علاش؟ لان العصابه من هي فين؟ من هي في الانتخابات الرئاسيه كيوجدوا العهده الثانيه ديال عبد المجيد تبون. ولكن الاخوان والاخوات النسخه ديال 2025 في كاس افريقيا غتكون استثنائيه في المغرب، تذكروا هذا جيدا. والحاله ديال الملاعب ديال نيلسون مانديلا وبراقي والى غيرهم تدمي القلوب، انها الحاضره الزريبه الكرهوليه. كملتوا الفيديو، كان معكم هشام خضري، ليله سعيده، القاكم في فيديو اخر، الى اللقاء.